ولا الدولة سواحلها الوحيدة تطل على البحار المغلقة كيما البحر الميت مثلا. كي تخلط مخر ما نجمش نعاود لك السؤال. عطار جاب زنس طاجين زنس طاجين زن تاكل صوابعك وراها يا سامي. فما 49 دولة حبيسة من بين 5 دول معترف بها جزئيا في العالم. مكتنفة الدول هذه الكل موجودة في لافخو اوغازي، معناها هي مصطلح نوصفوا به اوراسيا وافريقيا كقارة متكاملة، يعني لو سوبر كونتينون مكون من لوغازي اللي معناها قارة اوروبا واسيا مع بعضهم ومعاهم افريقيا. فما زوز دول اخرين ماهمش غادي وهما دول حبيسة هما معناتها اخت افريقيا واسيا اوروبا. معناتها في امريكا امريكا الجنوبيه فما شكون الباراغواي باراغواي وبوليفيا. بوليفيا الدول الحبيسه في اوروبا معناها برشا، معناها لوكسمبور سويسرا الفاتيكان النمسا وغيرهم الجمهوريه التشيكيه. الدول الحبيسه في اسيا افغانستان ارمينيا اذربيجان طاجيكستان اوزباكستان قرغستان. الدول الحبيسه في افريقيا بوتسوانا تشاد نيجر جمهوريه افريقيا الوسطى تشاد اثيوبيا ملاوي نيجر مالي جنوب السودان اوغندا اوغندا زامبيا وزيمبابوي. اكبر دوله حبيسه هي تشاد كازاخستان. كازاخستان في والتاسع اكبر دوله عالميا تبلغ مساحتها 2.67 مليون كيلو متر. ما عندهاش بحر مسكين. يحيط بها كل من روسيا الصين جمهوريه غيزاكستان وهكا اوزباكستان تركمانستان وبحر قزوين وبحر قزوين غير الساحلي. شيح معناها بارتي شيح. اثيوبيا راهي توا ولات مش مكتنفه. معناتها ولات ما عندهاش بحر خاطر كانت معاها جيبوتي. كانت معاها جيبوتي كي قلت جيبوتي شو اسمها اريتريا. كي استقلت اريتريا ولات ما عادش عندها اكسير البحر. شنو ترتيب تونس؟ ما عندهمش بحر مسيطر. مشكله يمشيو ديما بالفاكونس على البحر تمشي مضطر انك تسافر يعني. تخيلها برك صارت حروب راهي على البحر معناتها. شنو ترتيب تونس في بطولة العالم لكرة اليد 2005 ما تقولش انا. 2005 تونس نظمت كاس العالم 2005 ها شو كان ترتيبها؟ ثانيه ان شاء الله يا ريت. الرابعه هي الرابعه. بطوله العالم لكره اليد للرجال 2005 تنظمت في قاعه متعدده الاختصاصات في 7 نوفمبر في رادس. في رادس قبل كان اسمه 7 نوفمبر. ما عادش اسمه 7 نوفمبر. قولك انت نسيت ولا والله علي ما بين علي قبل كان 7 نوفمبر توا ما عادش اسمه 7 نوفمبر. برضه 7 نوفمبر 1911 ذكر الجلاز خطر الجلاز وما ادراك. لا لا خاطر هما كي تقول معناها 7 نوفمبر هي مربوطه وقتها بانه فهمت نحيو 1000 والقبه 1997 يردوا 1911 والقبه اش كاين طيب؟ مدينة بورقيبة الرياضية. مدينة بورقيبة القصر هذا بمدينة بورقيبة الرياضية. يلا باهي. اما في المده الاخرانيه مش في الاول مش في الاول اي مش من الاول اي في 23 جانفي حتى 6 فيفري نظمت تونس بطوله كره اليد للرجال 2005 ربح بطل اوروبا منتخب اسبانيا لقب البطوله هذه ربحت كرواتيا وبعدها كرواتيا وبعدها فرنسا في الترتيب. منتخب تونس لكره اليد المستضيف جاي كما قلنا المركز الرابع فلتنا تألق في الدوره هذه الظهير الايسر المنتخب التونسي وسام حميم وين سجل 81 هدف. كنا رانا الاخر راس براس احنا واسبانيا في الدقائق الاخيره معناتها نحكي علينا زوز ثلاثه بونتو. انا نذكر للأسف. نذكر في نهار من نهارات كان ضيفي سيبوذينا اللي هو كان رئيس جامعه كره اليد وقتها وتنظيم كره كاس العالم 2005 وحكينا على التفاصيل كيفاش خذيت تونس حق التنظيم هذا لانه كانت في صراع مع المانيا في التنظيم. قال مثلا انه كي جينا للوتيل مثلا هزينا معنا مثلا كعك ورقه وتمر وزيت ولا شنو وقال لك هكا الزيت تبزع على التمر وحاسين واحنا ماشيين زعما باش نعطيو دي كادو. قال لك الالمان جايبين
منيقل دي كادو ديزورديناتور عرفتك الستيلو كونكتي بالمونجيلا ستيلو الماني فوالا الماني وانت تفهم قال لك وذي الكل والناس صوتوا لتونس لانه كانت عندها معناها سمعتها في كره اليد اكيد كما المانيا عندها سمعه كبيره ولكن حبوا يعطيوا البنات افريقي على خاطر الروتاسيون ما معناها ما بين القارات الدقنه بالزيت ما عندك فيها مدخول يعني فريمون وبطبيعه الحال ذكريات ممتازه والتنظيم هذاك كان متميز على الاخر ان شاء الله نهار نوصلوا مره اخرى نعملوا حاجه في الوضع هذا في الوضع هذا صعيب برشا تاعنا من جمهورنا ما يدخلش اليوم هو استاد كاباسيتيها 10% و20% تو كي نحكيو على حفله كما حفله مايكل جاكسون نقولوا يعني عندها 20 سنه ولا اكثر تو من 96 94 96 24 سنه اليوم ما نجموش نعملوا حاجه ما نجموش نعملوا حاجه هكا العباد تمشي تقدم واحنا نمشي نوخروا معروفين يلا شنو هي الفوبيا اللي هي الهيدروفوبيا الهيدرو من الماء الماء الخوف من الماء تسمى الفوبيا هذه الهيدروفوبيا هيدرو دو ما نحكيو على فوبيا من الماء كان كي الخوف يفوت نسبه معينه ويولي الانسان بالحق ما ينجمش يتحكم فيه ينجم يكون الانسان يخاف من الماء بتاع البحر ولا النهر ولا البيسين ولا حتى الماء بتاع الدوش ينجم يوصل الخوف بالانسان انه يدخل في حاله هستيريه كي يطش بالماء على غفله كي يخاف الانسان المصاب بالفوبيا هذه جنرالمون يحس بالاختناق ونوبات ذعر وهلع متقطعه يعني عافانا عافاكم الله وانخفاض في كميه السوائل ما فماش برشا ارقام توضح انتشار الفوبيا ذي اما فما فرنسي جون بيير بوماتي اللي اهتم بدراسه الفوبيا ذي وخاصه عند الاختات انه فرنسي على 10 مريض بها ورقم هذا يولي 1 على 4 بالنسبه اللي خافوا انهم يعوموا وسقيهم ماهيش على الرمل انت هاك تخاف من شنو لا لا ما خافش لا ما ماذا بين القلق فوبيا تخاف لا يا ما اول غطسه اول غطسه في السيف نبدا داخل بشويه وبالفي لحمي بشويه بالشوك تكنيك ونقرا في ايه الكرسي نقول والله احد نقول اعوذ برب الناس والفلاحين ونتعب مالهم الكل ما نقص لما نكمل معناتها علاش الجزء هكاك العومه الاولى فهمتي باش نعمل غطسه بعد ما نعمل على العومه الاولى تعمل فيها جزء عمى صار فيك ديما حاجه نشوفها تصير قدامي في البحر ولا حتى في البيسين فما الصغيرات اللي تلقاها ابوه ولا امه بالسيف يحبوا يجبروا باش معناتها اللي هي أيوة ولا كيدز ولا حاجه مش باهره برشا خاطر تزيد طبعا اكيد تكبر في الخوف معناتها هو يبدا في باله يقول لك باش لا لا تو يستانس هذيك بالعكس زيد تعمل له بروفاج وزيد تخلي له معناتها اثر سلبي معناتها يولي راح حتى البحر من بعيد انا عندي المرتفعات يولي يتفجع الفوبيا نتاع المرتفعات انا الحاجات المسكره الحاجات المسكره يعني الاسانسور كلاستروفوبي الحاجات والمرتفعات تتسمى الفوبيا نتاع نسالوها في سؤال اخر نهار اخر كل نهار نجيب مرتفعات معناها شباك في ال 20 ايتاج مثلا ولا اي حتى مش حتى في ايتاج نطلع حتى في دوزيام ايتاج يبدا الالتيتود يبدا دربوز ولا حاجه الالتيتوفوبي فما فما ابراهيم دي فيديو يتشافوا برشا هما الناس معناها ما نعرفش منين يجيبوا الشجاعه اونتر كيمي هذيك اللي هو كي اللي في الدنيا باللار الفوق لا باللار في في الشق ما بين غراتسيل وغراتسيل فوالا من غير سيكوريتي يعني هذيك حاجه هذيك تبدا كاميرا يبدا عنده جو برو ولا حاجه ويبدا ينقز يبدا فما دي كولون هكا ينقز الباركور فوق البلاصات فوق السطوح الباركور يتسمى انا نبدا في فرشي نتفرج ونبدا ميته بالفجعه كبشه هكا في الفجعه جوستومون عملناها عام لعوامك العام وقتها في جي تي سي وقت سي محمد دريس الله يذكره بالخير جماعه الوحده اكروفوبيا هي المرتفعات تاع السيرك جابنا جماعه السيرك حابين نعملوا سبيكتاكل وقتها معاهم ليكول دو سيرك الو ربطوا الحبال بين سقف المسرح البلدي الفوق في الكوبول والاوتيل المقابل وباعتبار كنت في الهيئه التنظيميه كل شيء كنت في الباركون نتاع المسرح الهو فوق مني السيد راجل اللي خارج وما زوز ولا حاجه هكا باش يمشيوا يشقوا شارع حبيب بورقيبه الكل انا مش ندوخ معناها هو غاديك وانا مش كان زاد شويه راني تحدخت معنا بالفجعه واش دخلني انا على القاعه ونعمل في ساقيه هكا معنا بالخوف منهم هما تحيه لمستمعينا بلبل العش عنده اسئله ليك قال ذو اسئله مرحبا بلبل خويا انس مرحبا كم عدد الصور التي سميت باسماء انبياء؟ ليه عاد مش اسئله هكا هذول خاطر سالك اكسبري 13 لا
5 يونس هود يوسف إبراهيم ومحمد. كم عدد الصور التي سميت بأسماء حيوانات؟ 7 لا 4 5 كيف كيف؟ البقرة البقرة النمل الفيل النحل والعنكبوت. شكرا بلبل سمباتيك. شكرا خمسة بارك فهم. شنو هي الشارع اللي كان اسمه قبل الاستقلال شارع جامباتا؟ محمد الخامس. محمد الخامس هو شارع محمد الخامس. جامباتا هو كان جامباتا حكومة الفاحة ورئيس البرلمان الفرنساوي زمن الاحتلال. عند ما تخد عند ما تخد دافغ متاع الاحتلال الفرنساوي في تونس هو جيل فيغي بيان سور. هلو عملوا لي نحاوه بعض نحبك باع مع الاستقلال قعدت نحا قعد مدة ما عندوش اسم. ثم باعتبار ان اول زائر لينا لتونس كان جلالة الملك محمد الخامس زارنا أول أول زيارة تاع دولة مستقلة تاع رئيس دولة مستقلة لتونس المستقلة كان جلالته. فكانت الهدية اللي هو مهيئ باش باش معناتها في بيس داتريساج معناتها باش علاش مش أسفلت كما تاع الأمريكان أون بلاك أون بلاك أون بلاك. أي هو هو الشارع في تونس ممتاز كارو كوميرسيال ياسر مزيان كارو كوميرسيال كارو لافني كوميرسيال وأحمد الأطول. أنا نسميها وول ستريت تونس خاطر برشا بنوك مزيان برشا بنوك. تم الشارع باسم العاهل المغربي محمد الخامس وقت زيارته لتونس عام 1957. ساحة جامباتا القديمة كانت قبل الاستهلال أرض الاستقلال عفوا أرض مهملة تتكدس فيها المياه وكانت مهجورة يستعملوها كما صبات. في السنين الأخرى الاستعمار والأولى للاستقلال ولو يستعملوا النهج هذا كمدرج لإقلاع الطائرات المدنية والعسكرية وتبدل اسم الساحة هذه اللي كانت تخلد اسم المحامي ورجل السياسة الفرنسي باش تكرم السلطة التونسية محمد الخامس اللي اعتبروه بطل استقلال المغرب. وفي آخر الستينات انطلقت أولى الأشغال للتهيئة بتاع الشارع هذا ولا يمتد من المنجالة اليوم حتى ساحة باستور واللي فيه عمارة الوطن اللي هي أعلى مبنى بالعاصمة مكون من 17 طابق اللي هو كان مقر الحزب السابق التجمع الدستوري الديمقراطي. ريت واسمع ريت كيف كنا ننطقوها جامباتا 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 شو اسمه هو جامباتا أنا أقول لكم ماشيين لجامباتا باش نكاوروا. وكانت كانت لابلاج دو تونيس في وقت ما أول استقلال عملوا جابوا الرمل فرشوه وقتها كل شيء لابلاج دو تونيس. شفت تعرف معناها اللي عاودوا عملوها في باريس توا على السين على البحر يخلط وين هو ليه بحيرة تونس تخلط حتى ارتيفيسيال يعني ليه بحيرة تونس تخلط حتى الرمل ارتيفيسيال جابوه نحاولوا صخ اللي كان موجود وكشي فرشوا الرمل فرشوا الرمل بو لابلاج ارتيفيسيال. وللعلم فما هو ثاني كنا ريك قريتها في فيسبوك ساعات راهو معلومات غلط يقولوا فما شخصيتين دشنوا حياتهم تعمل الأسامي ويذكروا منهم محمد خامس لا يذكروا منهم شو اسمه شارل دوغال مش صحيح إنما شارل دوغال جانا قبل الاستقلال والنهج ما كانش اللي طوى نهج شارل دوغال كان رويد إيطالي بعد سيدي الحبيب سماه بعد في الستينات شارل دوغال. بينما اثنين من جزء من الناس في تونس سماه دشن نهجتهم بيديهم خاطر ديما اتيترو بوستوم في العادة أم كلثوم وجلالة محمد والحي ونيلسون مانديلا حي ما ماتش ليه مش هو دشن هو معنا دشن هو اي اف ام انفو ترافيك راجعين بعد شوي اي اف ام انفو ترافيك. عسلامتكم مرحبا. بالنسبة للحركة المرورية نتبعوا الوضعية ونبدأوا من دونس الكبرى الضغط يكون بسيط مفهمش برشا ومبوتياج بدال ومبوتياج ينقص عنا شوية تعطيل في الخروج من قنطرة الجمهورية باتجاه طروط الحمامات ويتفاضى الطريق من بعد الكوازمو مع جيبيان مع ننتها من بعد دخلة مدينة سان جوبان. فما أكثر تعطيل باركونتر إذا كانكم مش جيبوا من نادس فوغي وإلا من روم بوان شوشة رادس إذا كانكم في اتجاه المروج فما شوية تعطيل وتعطيل كبير في اتجاه الوتروت إذا كنكم مش تجيبوا على طريق رئيسي في بنعروس كما قلت لكم ما بين شوشة رادس حتى الدخلة الوتروت وإلا المروج حاولوا تتفادوا وتجيبوا من الجيبويت قطرة ريانا فما شوية ضغط إذا كنكم خارجين من العاصمة ولا من طريق المرسى ويبدأ لهم بوتياج قدام المطار وشوية وبأقل درجة من بكري منطقة قاعد الضغط يمشي وينقص خاصة ما بين الشرقية 2 ودخلة الهادي نميرة الضغط ماهوش توقف ولا بوتياج كبير أما شوية كرهب
يفهموا الوضعيات هذه، في حين تكون الحركة عادية وخفيفة، خاصة في بقية الولايات التونسية حاليا التعطيل يكون خفيف شوية، أمبوتياج يكون متمركز في بعض الطرقات، أما ماهوش أمبوتياج كبير. سيسر ويحكم نجعلكم نحن 7:15 في الأمان. من 3 إلى 4 تاع العشية على إي إف إم، كل يوم طبيب على ذمتكم ساعة كاملة من جميع الاختصاصات، أنت تسأل وهو يجاوبك بليش فيما يخص صحتك أغلى ما عندك. ألو إي إف إم سبيسيال سانتي باي ميد بوينت إن، مثيل الجمعة مع هجر الحنيشي من 3 إلى 4 تاع العشية على إي إف إم، أحلى راديو. كل يوم غاسين كاغي جديدة على إي إف إم من 5 إلى 7 تاع العشية مع سامي بنور. رجعنا في راسين كاري، هذا وقت لا روبريك نتاعنا ترجي اللعب. ابراهيم الطايف، انا الاول ديما كل يوم باين بدل لا مسيرس. هو سؤال على قسمين، اي نعرفوها في اسبانيا، يعني اين تقع مقاطعه اليكانتي معناها الاسبانيه؟ فانا كيستيون داكتواليتي، وما هو الاندلس بربي خلينا نكمل. كمل. اين تقع مقاطعه اليكانتي الاسبانيه؟ اي وما هو ثمن المتر المربع باش تشري برطمان غادي؟ شكون يعرف اليكانتي في الاندلس؟ في الاندلسيه يوم الاخيره ما خدمتش سبسار في الاندلسيه، ما تعرفش ما جاك حتى كونترات، ما جاني حتى كونترات. فكرت 32 ولا 43 اللي شريوه، ما نعرف حد منهم يا لطيف. اي تعرفوا الإجابة؟ أنا اللي هي في الأندلس، أما أي. قديش المترو؟ المترو بتعرفش عبسة ترامي لورو، المترو بترامي لورو، ولا عندي فكرة ترامي لورو. دونك إماجيني واحد فيش البرتمان غادي ب 300 متر كاري، بمدي قديش بلا. مبروك، شكرا، ميرسي إبراهيم. ولا سؤال كانيش بديت بيك. يلا سامسون قال شنو؟ أنا نلوج على فيلم تم إنتاجه عام 63، أها، عربي مصري أمريكي فرنسي، إخراج فاتين عبد الوهاب وبطولة لبنى عبد العزيز ورشدي أبادة. الفيلم يحكي على قصة القربان اللي تقدم عروس النيل. عروس النيل فاتين عبد الوهاب هو ولد السيدة ليلى مرة. فلا دونك تحكينا على عروس النيل. سمحني الفيلم ماهوش قصة. ومرة عملنا سؤال على خو ليلى مراد الملحن، منير، منير مراد اللي هو ملحن عبقري، عبقري عبقري فريمون، اي سابق عصر. اما كان بوهيميا، تعرف اللي مات ما عندوش جنسيه، ما عندوش بطاقه هويه، عنده باسبور اباتريد، معناتها فنان، عنده باسبور دبلوماتيك، عنده جلاله الحسن الثاني، اباتريد ما غير جنسيه، ما عندوش جنسيه، عنده اباتريد. سؤال والله، سؤال هذا من اللي صغير نسأل فيه من اللي صغير هذا بالحق حتى كبرت وكعرفت عرفت المصدر، قلت لازم نشارك فيه صحابي. شنو أصل كلمة مونغيلا؟ احنا برك في العالم معناتها الدول العربية يقولوا ساعة، احنا نقولوا مونغيلا. منين جات كلمة مونغيلا؟ صحيح والله يعطيك صحة، هذا سؤال اعجاز. لو هذا سؤال تقعد ملي صغير ما تسأل. لا اي انت تعرف اصل كلمه مونغيلا؟ تعرف الاجابه؟ تعرف تعرف اصل كلمه مونغيلا؟ يمكن مالطيه الكلمه، كما سبيسيريه لا لا، من بلاد اجنبيه، معناها اصلا من بلاد اجنبيه ولا من لغه تونسيه؟ لغه تونسيه، مش من البربريه. لغه تونسيه، مش من البربريه، من الامازيغيه. من الامازيغيه، ايوه امازيغيه. وتفيد ماذا في الأمازيغية؟ باهي هي ما كنتش طلعوا خاطر هي معناتها ما تنجمش طلعها، دونك باش نقول لكم الأمازيغية ما تنجمش طلعها. باهي فوالا الإجابة، هي جاية من كلمة تمناقت. تمناقت تمناقت، هذه هي الساعة المائية اللي كانوا يفرقوا بها الماء، تعرف الماء بتاع فلان وفلان بتاع فلان، دونك كي نحاس حاجة نحاس منقوبة يقيسوا بها الوقت نتاع الماء. أوكي، كي جاك تكتب عليها بحاجة علمية، شكون كتب عليها؟ كتب عليها الاندلسي عباس بن فرناس اللي نعرفوه اللي حاول الطيران. وشنو سماها عباس بن فرناس؟ سماها منقنه. منقنه بالنون ولا باللام؟ بالنام، منقنه. منقنه بالنون. دونك من منقنه ولات فما زوز بلدان يقولوا حاجه كيف كيف، هي تونس والمغرب. في المغرب يقولوا لها مقنه، وفي تونس يقولوا لها منقله.
دونك مونجيلا هي جايه من النحاس هذاك، يعني اصلها امازيغي اللي هي يقيسوا به الوقت، كانوا يقيسوا به الوقت اللي هي اسمها تمن قانت. دونك تمن قانت، ما تمن قانت عباس بن فرناس سماها منقنا، ومن بعد ولات منقا في 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 المغرب يسميوها مقنا في المغرب، ومونجيلا في تونس. اصل الكلمه زعما جات المنقله امازيغي امازيغي هذيك المنقله منقله باللام هذيك منقله اي وهي هو قال بالنون بالنون اصلها بالنون. تعرف احنا من بعد في تطور اللغه عندنا في تونس وقتك وفيرة جيس الكلمه هذه وقت الجيران ديما نختاروا ويجيبها يلوم على الناس اللي طولوا نختاروا اللفظ لا نعطي معلومه مش ديما في تونس نختاروا اللفظ الاسهل اي الاخف على اللسان الاخف على اللسان اللام اخف من مثلا اللي يعجبني العرك مع انس بصراحه يعني عنده عرك عرك راقي عنده نكهه عنده نكهه ولا يعني اي ام ستار اسمعوا النغم هذا مش نشهد على مش نشهد نسال على الصوت اللي هي السيده هنا راشد، لكن مش نسال على المؤلف والملحن الاغنيه ذي الفرحانين بالهواء مبروك عقبالنا. ولد بالقاهره في 31 جانفي 1897، دخل الحياه الفنيه وعمره 18 سنه، زار تونس المره الاولى عام 1929 وبقي متردد شاعر وملحن شاعر وملحن في نفس الوقت ونفس الوقت اي وبقي يتردد عليها منذ ذلك التاريخ. وفي ربطة صداقة كبيرة مع فنانين كما السيدة شافي رشدي والسيدة حسيبة رشدي. ثم في عام 1936 قرر الاستقرار بتونس واشتغل في فرقة السيدة شافي رشدي، ومثل كذلك مع السيد البشير المتهني ومحمد بن عبد العزيز العقربي وأحمد بوليمان وبشير رحال، وقام بدور أنطونيو في مسرحية كليوباترا اللي أعاد تلحينها بعد ما لحنها سيد درويش. ملحن ومؤلف ومطرب وممثل. كانت مطربته المفضلة في تونس هي سيدة فتحية خيري، وهو الذي قدمها معناها في عديد من الأغاني والألحان والقصائد في مصر كذلك. كان يغني في الحفلات العامة والخاصة، ثم اختص في الإنشاد الديني، ومن أجمل ما لحن في هذا الباب قصيد المنفرجة القصيد المنفرجة قصيد شهير معروف كان يتعدى ديما في استقر في ضحية أريانا منذ عام 1958، خاطر قبل كان يسكن في ناج باب سعدون في دور الحارة. له عدة أغاني من نظمه وألحانه، حرير تونس، كبر والله أكبر، موشح يا متعة الفن، ساعة هنا والسرور، دور الجمال والأنثى، هذا كل غنيته السيدة فتحية خيري. وعنده من أجمل ما لحن وكتب زادة الأغنية هذه. عروستنا الليلة يا حلاوتها ألفين مبروك. عروستنا كان في آخر حياته تقريبا في الـ 10-15 سنة الأخرين من حياته يتنقل كل نهار جمعة لجامع يوسف خوجة صاحب الطابع، وقبل ما يبدأ المحفل في تلاوة القرآن الكريم يعمل قصيدة من نظمه بأداه الرخيم معناها في مدح الرسول. واسم الرئيس لحبيب بورقيبة بوسام الجمهورية، واسم جلالة الملك الحسن الثاني كذلك بوسام البيت العلوي. وقتاش توفى؟ وتوفى نهار 7 أوت 1985 ودفن بمقبرة أريانا. هو السيد شطة. السيد شطة برافو على نسيت اسمه. ايه عرفتك قلت انا انشاد ديني. عنده قصيدة المنفرجة ياسر روعة. اشتدي ازمة تنفرجي قد اذن ليلك بالبلجي. لحنها بطريقة بديعة وغناها هو بطريقة بديعة، صوته ياسر جميل. ماهيش عليا دي لا عمر غناها كان هو، اما عن لحن السيدة عليا هو كان اغلب اغانيه يكتبهم هو بنفسه الا بعض قصائد. علاش استقر في تونس؟ حب البلاد ولا هو كي جاء في المره الاولى 29 جاء من في ما سلطان مصر ينفي فنانين ينفيهم لتونس كما كمي زكي مراد بوسيدة لاني مراد. دونك نوفي قعد بعد المره الاولى نفي قعد مده النفي رجع مصر ورجع مصر ثم تزوج جاب مرته وولد. انا ادركته انا تفكروا مليح سواء في جامع صاحب الطابع ولا في داره نتاع دور الحاره كان يسكن فوق مخزن هكا الفوق. راجل ياسر لطيف
في المجيدية هو السيد شط وولاده رجعوا لمصر تزوج بتونسية لا تزوج بمصرية ولاده رجعوا لمصر شكرا لكم مستمعينا كانت هذه راسين كاريد اليوم بون ويكاند إن شاء الله نتلقاو نهار الاثنين في حلقة جديدة إلى اللقاء